قصة النهاية خاتمة إنسان كأيان كهالينا إنسان كان ضعيف كأه إنسان كان مسكين كأه إنسان كان أرلد إسكوا وينين يأكو كبرية نهاية دي سو جبا جبا دي سو محين نقن دونتا إنسان كان أرلد واد إسكوا كبرين إسا إنسانو أرلد واد إسكوا قاد قاد إسا إنسانو لكن نهاية دو محين نقن دونتا أرلد المركات كسي بحيسي إد آخرة أسعوتيت نهاية دو محين نقن دونتا خاتمة دو محين نقن دونتا محال لغو ختمي نرشن الدنكة موناك إيا خير مستشر إيا حمان كين نقن دونتا إلا هيا كدقة خاتمة دينة توناكسن بماذا يختم إنسان كان محال لغو ختمي قول كيسو سيدون نقن دونا فعل كيسو سيدون نقن دونا إنسان كاني كنت صانو أي صانو لا أما لحدا صانو أي صانو لا تضباطا ده بل بقل ده انتو دونا هنو لا ده إنسان كاني عمر كيسو هده راضو أما هقابتو تنهاية دي سمحي نقن دون تا إنسان كان مركو إنسان كو أدمان أيو أيها الإخوة مرك فراش كموت كلا دول فليسيو ودول تشيفو إلا الركرغيو مرك نفتي سو أي سو قادو غرقرضة حقا أي سو قادو أي شنقر سا أي قرقر أي لادة مرك إنده سو تاقمان وإنده عدايو مرك نفسه ونفسني وضيق النقضو أتكريواي ونسان ونفسه ماذا بكي سوى إسبدالي حالة دي سوى إسبدالشي وقتي غاس وحودي نحكا أركيا دات كي سي أولادي سي هواني دي سي أسحابتي جيران كي سي دات كي بو أركيا دنا قريقي سي بو أركيا الدون كانوا أركيا العدة صباح حيساواتي قدام بيس لنعنا وحوك أركيا ملائكة إلهي أيك أركيا ملائكة النحريست أيك أركيا أو بشارينس والعياذ بالله أما وحو أركيا ملائكة عذابة أو هنجبسة أو لا أصبح على إلهي يحمان صبح وحال آذي آذ أدرا أيها الإخوة الكرام أولادي سبا أدواقسة أبا حقيتي أبا ما نقدر من إنن كيسي أجعلا هويني ديسي ويكدو الأوييان داتكي أوردن أياكو أوييا قيلدو دو مقليا هذا الكوغو ومقليا شنقدو دو مقليا جواب مسين كريو وحالة آذ أدران لنعنى ملائكة إلهي أيو أركيا مذب كيسو وإس بدليا إلهي وحا أييري كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق إلهي وحاوي لنفط مركي كالحمها إسو قادو أي غرغرذي أي بلوضو دتكي بأسكو يعياعي دتكي بأسكو الأردي دختر دونة وقيلة وحالو أورن من راق أيا دوي أي عندوف كتفي وذات كي أدونا راذية تختر راذية وقيل إيه اللي يهدو من راق أي دوين وظن أنه الفراق إساقنا وقتك وحو يقين صدي وأركي إنو أرلدا أكتغيه فراق خلاص وسي سعدة وسي بحيا مهل لكريو ولي جيمبا دختر دونا ولي جيمبا واحد دونتان اي دونا وظن انه الفراق وحو اركي اني دمشا اي تهي او نبتهي ايو اركي خلاص نفتي باك بحيس ديق بو دريميا الدونكي او دن اي عديدكو اه مالا اكتبو اركيا تلو محلوغو ختميا تلو لا اله الا الله ما ارنكريا تتكيب اقيا عيا
laa ilaaha ila allah baa la xasuusinayaa, talo ma xasuusan doonaa? aad buu u haraadan yahay wakhtigaas, haraad xoogle ayaa haya. laakiin badda oo biyo ah oo biyo macaana oo dhan haddii la waraabin lahaa ma harad jirayaan. ibliis baa wakhtigaa usoo baxaya, ibliis baa biyo qabow agtiisa ku shubaya oo leh iska gaalow, waan ku waraabin iska gaalow, wakhti adag weeyaan, waa wakhti aad u falxun. waltafat isaaqu bisaaq, lugihii ma qaadi karayo isagu, lugihiisii baa la isku geynayaa, xooggiisii baa xoogga kale loo geynayaa, indhihii buu adkaynayaa. qarqaro shanqadh xoogle ayaa ka baxays. wadanna annahu alfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq, xagga ilaahay ayuu sii socdaa, xagga ilaahay. maxaa ka horeeya insaankan, maxuu qadimtay insaankani? laba maalimood iyo laba habeen oy dadku iyada oo kale ayna maqalma inii sheegaa. awalu yowm yajiuka albashiiru min allah ima biridaahu wa ima bisakhati, maalinka ugu horeeya labada maalimood ee ugu daran maalin waxa weeyaan waa maalinka aad noloshan ka sii baxaysid, eed khalaas dhimanaysid. waa maalinkaa maalin uu malaa'igtu kuu imanayso, xagga ilaahay bay malaa'igtu kaaga imanaysaa, talow majanni iyo wanaag iyo raalli ahaanta ilaahay ayaa lagugu bishaaraynayaa, mise carada ilaahay ayaa lagugu bishaaraynayaa? maalin waa maalinkaasi, waa maalin aad u adag. qofku khaatumadiisu maxay noqonaysaa? maxaa loogu bishaaraynayaa? ma wanaag iyo khayr, mise cabsi iyo naar? maalin waa maalinkaasuu yidhi. maalinka labaadna waa maalinka ilaahay ayse soo hortaagi doontid ee kitaabka lagu siinayo. ma midigtaa lagaa siinayaa kitaabka, mise bidixdaa lagaa siinayaa? labada maalimood aad bay u adag yihiin buu yidhi. laba habeen baa jira oo aad iyo aad u dhibaato badan. habeenka ugu horeeya waa layla tabiitu fiiha bilqabr, habeenka ugu horeeya eed qabriga u hoyatid. habeenka ugu horeeya maantaa lagu aasay, caawa qabrigaad u hoyatid. waa habeen aad iyo aad u adag, aad u foolxun, aad u daran. habeenkaasi waa habeen cabsiya. habeenka labaadi waa laylatan sabiixatuhaa yowma alqiyaama, waa habeenka labaad ee subaxduna ay qiyaamihii u dhacayo. labadaasi waa laba aad iyo aad u adag. imaam shaafici radia allaahu canh, ad wala garanaysaan zaahidka ahaa, caabidka ahaa, imaamkii idlaa, imaamu haadihi lumma, imaamkaasi markii uu dhimanayay radia allaahu canh, dhimashadii markaa u timid, ardaygiisii mazani ayaa u yimid. waxa uu ku yidhi, kayfa asbaxta, seed waa berisatay, see tahay? waxa uu yidhi, asbaxtu min addunyaa raaxilaa, waxaan waaberistay aniga oo maanta adduunka ka tegaya, adduunkan ayaan kasii socdaa. wali ikhwaanii mufaariqa, asxaabtaydii iyo dadkii aan jeclaa iyo walaalahay waan ka faaruqayaa. wali ka'si lmaniyati shaariba, mowdka dhimashadiis, adeega dhimashada, sakaraatulmowdka ayaan gelayaa, oon cabayaa koobkiisa ka cabayaa. wali suu'i camalii mulaaqiya, noloshayda acmaashii xumayd een soo maray een iloobay oo dhan ayaan la kulmayaa, xumaantii oo dhan ayaa laigu xisaabi doonaa. wa cala allaahi waarida, ilaahay xaggiisa ayaan socdaa. fala adri, ma garanayo, ma hubo, ruuxii tasiiru ila aljanna, ruuxdayda iyo naftayda maxaggaa iyo jannada ayaa loo qaadi oo u tahniyadeeyaa, mabruuk miyaan idhaahdaa, mise xagga iyo naarta ayaa loo qaadi oo waan tacsiyadeeyaa? intaa kadib imaam shaafici radia allaahu canhu wuu ooyey. imaam axmed waxa uu soo bixiyey xadiid anas radia allaahu canhu uu nebiga ka warinayo. anas waxa uu yidhi, nebiga ayaa yidhi sala allaahu calayhi wasalam, idaa araada allaahu bicabdin khayran isticmalahu qabla mowtih, ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la doono,
إلهي وحو كسلدا وحو كن مشغوليا وحال جعلي سيا انتو ندي من كهر عمل وناكسن أيا لك شقي سيا صحابتي بايد يا رسول الله وكيف يستعمله محال لك شقي سيا لغو مشغوليا نبي وحا أجري يوفقه لعمل صالح عمل وناكسن أيا لغو مشغوليا الله وافتيا ثم يقبضه عليه كدبنا عمل كاوناك سن إساقو أو كسوغن أيا الروح دا لغا قادا نفتا لغا قادا نفتيسي إساقو أو خير كاكو تشيرا خير كاكو دادالي أيا نفتي كبحضا والو بشارين أيا وحو كل إمان أيا لا إله إلا الله محمد رسول الله أيو كل إمان أيا إلهي بايري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلهي وحأيري كوي أرني ربي وإلهي إي كدبنا توسنا حقك أتكا حقك أبصدي سلادة كني سومي محارمت إلهي كبحسني كعبسني كواسي حالدا اي ديمانيان مركو موتكو اي مادو الهي موجينيو يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الهي وحو حسوسينيا كلمه لا اله الا الله اي كعل علينين كلمه بلا حسوسينيا لا اله الا الله محمد رسول الله اي كدواقيا ايها الاخوه نرول في عن اي كجيرا ولا حسوسيي ادونكو كعل علين جيري صلاة دكتور تكون شيري مروالبا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحال أمر أردن أيك الدذالي يسد أقصو بحلها وقتي قاس أي نفتو أي كبا حيسو ملائك تبا وإمان يسا ولو بشارين إياه محال يقول لي إياه ألا تخافوا ها عبسنين ملائك باكو سود دكتي ملائك وناكسن وبشارين إياه وچيقو يقو قردلال إياه وحيليهين ألا تخافوا ها عبسنين وحي انو سو سوده كعب سنينا جنني اي وناغ اي خير بش بشيه برواقع انو سو سوده جنني الهي با انو سو سوده كعب سنينا هنغا عب سنينا نارا كعب سنينا اخيره كعب سنينا بشاريستا وناغ اي خير با اني سوغن ولا تحزنوا همرغونينا وحد كتكتان اولاديني مالكيني دمركيني الهي با الهالينيا ها امرغونينا وحا نغو سو سودنا هكا عبسنينا لليه وابشروا بشهريست بالجنه التي كنتم توعدون جندي الله انغو بلن قاداي جندي ليري قفكو وسو شقيستا اي وسو ددالا الهي موجينيو جندي ايا لليه هي وبشهريست واتن جندي واد جليسان بشهريست ساسا لوغو بشارينيا حلم مركي نفتو اي كبحيسو مركا اي قبورتودا اي قلان اي مركا لسو سارا اي باخره مؤمنك وقتك او فرحيا وحوك فرحيا لكولنك او لكول ميو الله الهي او لكول ميو اي كفرحيا مركا لمشاد اتمادو وقتك او فرحيا نبي قوحا اويل عليه الصلاة والسلام حديثك عبادة ابن الصامت نبي قوحا اويل من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه نك جعل هذا لكلنك الهي ولا كل ميو الهينا وحو جعل هذا لكلنكيسا ومن كره لقاء الله نك كره لكلنك الهي ولا كل ميو كره الله لقاءه الهينا وحو كره لكلنكيسا عائشه وحيت رضي الله عنها انا لنكره الموت يا رسول الله نبي الله قبق يو موت كوان كرهنا مجعلين نبي قوحا ويري أرنتو تاماها عائشاي لكن وقتك مؤمن كو أردمان ايو وحالو بشاري نحريست إلهي رالي أهانت إلهي كرامد إلهي أدو مركزو جعل هذا مؤمن كو وحاو كسي سعوده أيو جعل هذا إلهي نوحو جعل هذا لكل انكيسا ككلاء كافر كأه أما منافقة وقتك وحالو بشاري حمانتيسا إيا شركيسا إيا عذابك أقليو أيا لو بشاريا إيا وحا أدن بايا مركاسو النعا لكلنك إلهي إلهينا
ونعال كلنكيس أيها الإخوة الكرام حسن الخاتمة حيالها اللغو قرتو علاماتك أغهرية اللغو قرتو وحويا قفك إنو إلهي وافتيو إنو أشهاتو أيده ذو لا إله إلا الله محمد رسول الله الدون كي بكبحيا الدون كمال كي أسوق لي وصار الشيء لك تمدك أيال لقاق آدامي أول شيء أمق لي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أيال لما قشي الدون كمركو كبحيينا وحوك كبحي إساقو أولي لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي وحأيلي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك أو نقض هذا الكيس كأغدا بي أو نقض لا إله إلا الله أو إلهي وافتيو نبي وحأيلي كاسي دخل الجنة جنة أي قل يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام هل سوي دينه ما أنت إمي سي أيادتك هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله قلت تطبضا ما حسستان بلا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا بهذه الوجوه وجياشا قرح ضبضا أسور دواتو ليست بوجوه إنس ولا جان وجياشا قرح ضبضا إن إنسنا أهين جن أهين أسور دواتو كدب وحو أخري آيات القرآن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إلهي وحأ أوليها دارت آخرة دارت آخرة وحأ أن سينينا وأن أيالينا كوان أرلاذ إسكو كبرينين أرلاذ أن فساد لدونين عاقبة وحأ إسكالي متقين تأي إسكالي كدبنا رحمه الله ساس أيه كدنت لمشهدي مركة أتمت أبو الوفاء ابن عقيل آد بو أويه مركة ساوى حالوية لمحاكو هالي ريركي سيب آد أويه مركة ساوى حاكو يلي لي 50 سنة أعبده محان أتقى يا إله نحريس بدن كنت صنو أيان إله يسوع عبدي ما أنت أيان أتقيا نفط إذا هفر حضاء وإله أن سوع عبدي هل لكل ما والنفط إذا هنقول تهني يدي محد يقول أيسان أي كلها جابر ابن سلم الكلبي أي وحى أم الدجلي سحابي عامر ابن فهير رضي الله عنه مركي أي مديدي أي قشي أي عامر لواقي وحا أويلي فزدو ورب الكعبة إله كعبة ظلام كل دارته وان قوليستي وان لباني بلال ابن الرباح رضي الله عنه مركي لما الشدي أتمت سكرات الموت كي مركو أيمت أي قسلي وفرح سنا وحا أولها غدا نلقى الأحبة بريتوله وحل كل ما يادتك أن جعلها صحابتي نبي عليه الصلاة والسلام هي النبي يلا كل ما غدا نلقى الأحبة هؤلاء دي سبا أودي مركز سواح أكويري محل أويسا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه بريتوله أي الله كل ما يا محمد يا صحابتي سي وبلاله وحزنا بيتر وبلاله ويمرقت يدي مركز ساوحة أولي وفرحة وفرحة ويوفر حد يدي ويوفر حسنة أنيق على مدى سوى على مدى وهرس حسن الخاتمة وحلقو قرن يقفك إنو إلهي وافتيو الشهادة دا إنو وقتك وفرح على مدى كلا ونبندي سوء إن الإددان وقتك نبي قوحة أولي عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين قفك مؤمن مركا اودمان ايو لبدي سردبان ايا ديديد كسوبودة ديديد بكور انتابور النبي عليه الصلاة وقفك مؤمن ديديد ايا كسوبودة حسن الخاتمة على مدها وحكمدة ان اوقفك دنتو ليلة الجمعة هبينك جمعة انو دنتو اما درارتي دا انو دنتو
إمام أحمد وحى أصوص ساري يا إمام ترمذي عبد الله بن عمرو إنه النبي قول صلى الله عليه وسلم مسلم مجرو لمن يا مالك جمعها أما هبينك جمعها إلا وقاه الله فتنة القبر إلا هد جيرو إلهي وحى أكبد باديا عذاب القبر أيو للنبي عليه الصلاة والسلام وحاكم إذا حسن الخاتمة إن أوقفك إساق أو دريق إلهي أدقى لمايا إنو دنتو إنو دنتو أما أطاع ديلو أما عراش إنتي شبانتو أكو دنتو أما قرق أكو دنتو وبيا أي قرقيان أما إساق أو مال كيسا دفاعيا أكو دنتو إنتا صعدن وعلى مده ونكس محاس سبب هدبا محاس سبب أولوغو قاري كرا أعماشا ونكس تأغوها ريسوا محي والاستقامة قفكو إنو الدريق إلهي أكتو سنادو إلهي بايري إن الذين قالوا ربنا الله كوي لربي والله ثم استقاموا كدبنا توسنادي توسنادي كواس تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كواسي وحسن وناكسن إيا خير وناكسن أي أسوغن بو إلهي لي تأغوها ريسا والاستقامة قفك إنو الدريق إلهي كتوسن هذا شرك أكفو هذا حمانة أكفو هذا طلب هذا وحويا التقوى إنو إلهي كعبصده إلهي بايري ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا منك إلهي كعبصده إلهي أرنكي سعودا وأفضي ديا تصدحات والصدق خلون إنو شاقو إلهي بايري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هويكي اللي النبي سر ميو إلهي كعبسو اتقوا الله إلهي كعبسدا وكونوا مع الصادقين كوا صادقين تمعوغا هذا بي إلهي حاكرا لغو قادا التوبة قفكو إن إلهي التوبت كانوا إلهي بايري وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والإله أتوبت كان الددو وحاد مدنتهين إن الليبان تاني إنو داعة إله الدائم أموت كحسوستو تاس أيا لغو قارا حسن الخاتمة خاتمة دو أولاك سنات سوء الخاتمة والعياذ بالله إن خاتمة دو أي قفك أي كحمات قفك إنو قال لي ما أكل إنسو داد بضم بامانت مركا أي دمان أيان كل انت يكو دينت عايايا قاركو دي يكو إلهي عايايا أي كل انتان حافظ ابن رجب رحمه الله وحاو كسو سار كتاب كيس جامع العلوم والحكم ليلة هدو إن علماء ذا قاركو شيخ ليلة هذا عبد العزيز ابن أبي رواد إن أجيري من دماني أيان أئمت ومركو دماني مركاسان حسوسيني لا إله إلا الله محمد رسول الله أين حسوسيني مركز سواح أويري هو كافر بما تقول وكقالوا بإساقو وحن الله ذهي تاسكو العلي هو كافر بما تقول وحن الله ذهي لا إله إلا الله وكقالوا بي ساسو كودنس وحا أويري مركز بارد باري ننكاسي وحن أغاذي إنو خمرض وآدو عبيتشري وحورنشري عبد العزيز اتقوا الذنوب ذنوب تكعب صدى فإنها هين فإنها هين فهي التي أوقعته تاسوات ننكا كدكتي إنو كقالوب إله إيا لا إله إلا الله وحاوصو صار إمام حافظ الذهبي نن خمرذا آدو عبي تشري أيه لمشهدي أتمت تدكي أكفر ديبا حسوسي لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز وحا أكويري كي كلها لا إله إلا الله كل أي وحا أكويري اشرب عب أدوغ خمرضة واسقني إورابي أنيغانا عبو أنيغانا إورابي سيغانا والحسوسين يا وحا لقول يا لا إله إلا الله دي إسنا وحا لي أدو عبو خمرضة أنيغانا إسي إساقو أو سيدالي أي نفتي كبحدي ابن القيم وحا أصو ساري كتاب كيسا قيم كأوحا أكسو ساري نن مركي نفتو أي كبحيسي
ayaa lagu yidhi laa ilaaha ila allah dheh. Markaasaa waxa uu yidhi isaga oo heesaya ayaa wuxuu lahaa taantaan tantaantaan waxaasuu akhriyey waa mishiigii iyo waxaan loo joogin ayuu ku dhawaaqay. Isaga oo taantaantaanta haya ayuu malakulmowdkii u yimid oo nafti ka baxday. Waxaa dhacay waqtigeenan casrigan aan ku jirna hadda dhulkan bankaku la yidhaahdo inan ciyaalka carabta ah ayaa u dhoof inuu ku soo tunto. Saaxiibadii ayaa ka maqnaatay meeshii khamriga lagu cabayay baarkii ayuu joogay. Kuwii kale uu la socday asxaabtiisii mid walba saaxiibadii baa u timid, isaga ayay ka habsaantay. Aad buu u murugaysnaa, wuu raagsanayay, xagee ku habsaantay, maxaa helay? Markii ay soo gashay wuu farxay, isla markuu arkayba wuu u sujuuday. Isaga oo u sujuudsan ayay nafti ka baxday. Su'ul khaatima, saasay nafti kaga baxday. Walciyaadu billaah. Ibnu Qayyim waxa uu sheegay bacdu tujaar qaar ganacsanayay oo dharka iibin jiray, marada iibin jiray, ayaa markay dhimashadii u timid ayaa lagu yidhi laa ilaaha ila allah dhe. Markaasaa waxa uu yidhi maradan waa rakhiis, kiibuu ku leeyahay maradan waa rakhiis. Markaasaa lagu leeyahay war laa ilaaha ila allah dhe. Markaasuu leeyahay maradan aad ba u fiican tahay, waa rakhiis, wax yar baan kaaga iibinayaa. Saasuu ku dhintay isaga oo laa ilaaha ila allah kari lah ayuu dhintay. Sheekh Cali Alqarni la yidhaahdo waxa uu ka sheekeeyey inan yar oo sakaraatulmowdkii u yimid. Markaasaa waxa ay ku yidhaahdeen laa ilaaha ila allah dheh markuu sii dhimanayay. Markaasaa waxa uu yidhi waxaa iga daayo bal sigaar ii dhiib. Waxaa lagu yidhi war laa ilaaha ila allah dheh. Waxa uu yidhi actuunii dukhaanan, sigaar isiiya, sigaar baa igu darane. Markaasaa lagu yidhi waa lagu celiyey mar kale laa ilaaha ila allah dheh. Waxa uu yidhi anaa bari'un minhaa, beri baan ka ah, ma doonayo laa ilaaha ila allah, waan ka gaaloobay laa ilaaha ila allah. Actuunii dukhaanan, sigaar isiiya. Isaga oo sigaar isiiya leh ayaa nafti ka baxday. Inan yar oo kale waqtigii sakaraatulmowdkii dhimashadii u timid kuwii ag fadhiyey ayaa waxa ay ku yidhaahdeen laa ilaaha ila allah muxammada rasuulullah dheh. Wuu hadlay, hadalkiisii bay maqli waayeen, way dhegaysteen. Mar kale ugu celiyeen, waxa uu yidhi kitaab qur'aan ii dhiiba, way farxeen dadkii. Kitaab qur'aan ii dhiiba, way farxeen dadkii. Kitaab qur'aana loo keenay dadkii oo bishaaraysanaya oo la alxamdulillah ilaahay uu waafajiyey kitaabkii qur'aanku kor u qabtay. Markaasaa waxa uu yidhi ushhidukum annii qad kafartu birabbi hada almushaf, waxaan inii sheegayaa ilaaha kitaabka qur'aanka leh ilaaha inaan ka gaaloobay. Isaga oo sidaale ayay nafti ka baxday. Ayuha alikhwatu alkiraam, wa xaalad aad u daran waqtigaas. Ilaahay wuu ballan qaaday yuthabbitu allahu alladhiina aamanuu bilqawli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira. Ilaahay kelmadda laa ilaaha ila allah wuxuu xasuusinayaa, waxaa khaatumada loo hagaajinayaa oo la waafajinayaa qofkii kusoo dadaalay laa ilaaha ila allah, kusoo dadaalay, soo tukan jiray, awaamirta ilaahay qaadan jiray, xumaanta ka fogaan jiray, waqtigaa ilaahay wuu xasuusinayaa. Qofkii kale waa la ilowsiinayaa, wixii uu jeclaa ayaa ku soo boodaya waqtigaas. Asbaabta keenta su'ul khaatima waxaa ka mida fasaadu lictiqaad, qofka oo caqiidadiisu xumaato ayaa ka mida. Caqiidadiisa xum, ilaahay asmaadiisa ma garanayo, ilaahay weynidiisa ma yaqaano, ilaahay subxaanahu wa tacaala ma caabudo, uma tukado. Waxaa ka mid tahay asbaabta lagu garto su'ul khaatima, khaatimada qofkaasi inay xumaanayso. Waxaa ka mida qofka oo adduunka jeclaada oo aakhira u daba jeediya. Aakhiri iyo waxaan aana daba wadaani maxay tahay? War adduunka ka shaqaysana nadaaya, laguma diidan adduunka ka shaqayso, aakhirana u dadaal. Aakhira waa meeshaan u soconno. Markaasaa waxa uu ku leeyahay aakhiro, aakhiro, ilaahay meeshu doono ha igu tuuro. Adduunka u jeclaaday
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إلهي وحا أوليه وحا الدور بديسان الدون كان قابل أي الدور بديسان أجعشه آخرة ددوك خير بدن بو إلهي ليه سبحانه وتعالى. وحا كميد سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي قفك أو معاصدة كدك سنادة كؤد كاذا هد يشير معاصدة أن كتيرة أن كتبت كيني قفك هدو كعادية شو تاصل لوغو ختمة ساس النبي نوشاق عليه الصلاة والسلام. حافظ ابن كثير وحا أجري إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت. قفك أو ذنوبتي سو أي بضته معاصدي سو أي بضته شهوات كل راعي أي فربضته وحي هو جساء مركا إدي مشهد أتماده مركو موت كو يماده مركا ساوحي أتعلا أيو كسوبو دا مركا سو الشيطان كو يماده وحقي إيو واندي إيا لا إله إلا الله ألا وافتين. إلهي بايري وكان الشيطان للإنسان خذولا. شيطان كو حكد دالا إنسان كسدؤه جله. أيها الإخوة الكرام تاكو دذالو إنان داعد إلهي أنكو أتكانو إنان كو علعلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله إنان مروال بحسوسنو إله إنو خاتم دين أوناتيو تاكو دذالو إلهي نهنو أنفعوك المدى كوبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.